سيداتي وسادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا عبر قنوات اس اس سي في هذه الأمسية الكروية التي تجمع بين الهلال والأخدود في الجولة 26 من دوري روشن هنا في ملعب كينج دوم أرينا، محط أنظار عشاق كرة القدم السعودية في هذه الأمسية أمام الفريق المتصدر وصاحب سلسلة الانتصارات اللي امتدت إلى رقم تاريخي إلى 30 مباراة على التوالي بالنسبة للزعيم أمام الأخدود الذي سجل التاريخ بالوصول الأول في تاريخه إلى الدوري الممتاز في هذا الموسم بالنسبة لأبناء الأخدود. على جهة اليسار خطيرة، محاولة هلالية، مبكر وانتصار كبير على نادي الأهلي. سالم في الجهة اليسرى، حكام مساعدين، كرة إلى سيرجي سافيتش، تغطية وتدخل، ربيعي يفتك الكرة، يحاول بناء الهجمة، قائد الأخدود بلمسة بتمريرة لكن التغطية من جانب سالم تعود إلى سافيتش، الكرة خرجت من سيرجي وتحولت إلى ربية جانبية. بزداد كرة تصل على جهة اليمين، محاولة لكنها بعيدة عن الكل، ترول البحث عن الكرة العرضية، سعود انتظار، ميشيل يحاول يمر، ميشيل تغطية وأمام حكم اللقاء أشار إلى وجود خطأ، إشارة من الحكم المساعد قبل ذلك بوجود خطأ على ميشيل. بلات ممكنة لفريق يقدم موسم هائل رائع جدا مع المدرب جيسوس صاحب الأرقام القياسية في الموسم الهلالي الكبير الغاية. بعيدين كرة تصل إلى سيرجي سافيتش على جهة اليسار نحو لودي، لودي بالكعب، لودي سالم مار، سالم مار، سالم مار، سالم تمويب يلعب التمريرة، نيفيس السديدة وكرة بالرأس، يا إلهي روعة روعة روعة، هدف هلالي أول بروعة كبيرة جدا من جانب سالم الدوسري، روبن نيفيس والنهاية لصالح الشهري، سجل الزعيم هدفه الأول بعد 16 دقيقة لعب في أحداث هذه المباراة. لم ننتظر كثيرا، لم ننتظر كثيرا لوصول الهدف الأول في هذا اللقاء بعد عمل كبير في الجهة اليسرى، لودي لسالم وسالم تمهيد تمرير رائع باتجاه نيفيترا من موسم الهلال، موسم الهلال مثير، موسم الهلال جميل، رأسية خطيرة مرت من الجميع، هذه نقطة أخرى كانت قريبة، صالح كان على أعتاب المرمى، الدفاع تدخل، الهجوم من كل مكان، لودي سالم مرة أخرى بعرضية داخل المنطقة بالرأس وكرة لكنها في يد الحارس على مرتين، يا الله يا له من لعبة جميلة في اللقطة الماضية، سالم لصالح ولكن ردة فعل ولا أروع كانت من الحارس عبد العزيز العويرذي يتألق في صد هذه الهجمة الخطيرة. مغربي الدولي ياسين بونو، نيفيس جميلة التمريرة لكن الدفاع تدخل، عدت حلوة على جهة اليمين خطيرة لمصلحة الأخدود، أول فرصة للأخدود مع هذه اللقطة مع محاولة خطيرة بكرة عرضية جميلة، كرة مرت أمام سافيور جودوين، أمام جودوين فرصة لا تضيع خطيرة لمصلحة الأخدود، يا الله على كرة، على لعبة جميلة، ليس في كل مرة ستواجه مرمى الهلال، ليس في كل مرة ستصل لمصلحة سالم الدوسري، محاولة باتجاه لودي تسديدة ولكن الحارس والدفاع على مرتين، سيرجي يستعيدها بمهارة بروعة كبيرة في الجهة اليسرى بعرضية أخرى، مالكم طويلة وبعيدة عنها في الأخير تحولت إلى رمية جانبية، فرصة خطيرة أخرى لمصلحة الهلال ولكن أيضا تألق لحارس المرمى العويرذي والدفاع أمام مالكم وأمام صالح، الكورة من دقيقة لعب في كينج دوم أرينا، الهلال يتقدم بالهدف ويبحث عن هدف آخر، الكورة لكن التغطية الهدف التشكيلة طويلة، الكرة من جانب كوليبالي، تغيير اتجاه اللاعب بروع على جهة اليسار، سالم في الكنترول الجميل، سالم في التمهيد الأول في التمرير الأجمل في اليسار باتجاه لودي، عرضية دفاع تدخل وبعد ذلك إلى رأي إلى ركنية هلالية مرة أخرى. شايف اليوم إنه في ثنائيات رائعة بين سالم الدوسري والشايب وسالم مرة أخرى بكرة عرضية نحو القائم الثاني، صالح بالرأس ولكنها في يد حارس المرمى، ثالث تهديد من جانب صالح الشهري على مرمى الأخدود وقد سجل هدف. سالم بلمسة باتجاه لودي، تمريرة خطيرة خطيرة لمصلحة الأخدود، فرصة وكرة هدف، يا إلهي فرصة ولا أروع لمصلحة الأخدود لكن بونو ياسين يتألق، ياسين خطأ من دفاع الهلال في اللقطة الماضية، كرة ولا أروع ياسين بونو في الدقيقة
الدقائق الماضية، ثم كرة تبعد بعد ذلك لمصعة الأخدود على مرتين، تسديدة جاءت بعيدة وفي الأخير تحولت إلى وجود ضربة مرمى. فرصة في منتهى الخطورة، ثاني مرة الأخدود يجد نفسه أمام مرمى الهلال في كرة في منتهى. هنا جودوين سافيور للأخدود، يحاول جودوين أمام كوليبالي وضغط عالي وتدخل، وبعد ذلك يكسب الكرة كاليدو يأمن عليها، وبعد ذلك تنتهي خطورتها إلى وجود ضربة مرمى لفلوريان. يحاول استغلال هذه اللقطة، الفرصة لمصعة الأخدود، تسديدة قوية لكنها في يده ياسين بونو في المكان اللي كان متواجد فيه بونو. الخمس دقائق الأخيرة على نهاية الشوط الأول، سالم يلعب كرة عرضية خطيرة لكنها مرت من الجميع. نيفيز في الانتظار، روبن الكرة والتبريرة، ميشيل عرضية بالرأس خطيرة لكنها مرت بمحاذاة القائم بين ثنائية كوليبالي وعلي البليهي. ارتقاء وضربة رأسية لكن الكرة مرت عالية، الكرة العرضية في منتهى الروعة. أوه كوليبالي حبها على الطائر، البليهي سبق وضرب الكرة برأسه لكنها بعد ذلك أخذت طريقها لصالح لسالم في الجهة اليسرى. تحرك الجانبي، ميشيل تبريرة جميلة، ميشيل عدت منها، يحاول الوصول إلى الكرة ولكن التأمين رائع أيضا من جانب صالح الحارثي في اللقطة الماضية. لقطة في منتهى الخطورة، شوف المرة الوحيدة تقريبا اللي الأخدود نست الأخدود، رمية جانبية بعد 42 دقيقة لعب في أحداث الشوط الأول. طويلة الكرة تبعد من جانب كوليبالي، تحول مجموعة دخل في اللعبة في اليسار، هذه خطيرة باتجاه سالم. ميشيل انتظار، كرة عرضية مرت من الجميع، تحولت بعد في آخر دقيقة من أحداث الشوط الأول على تنفيذها. روبن نيفيز عرضية مرت من الجميع بالرأس ولكنها في يد الحارس، يصل حارس عبد العزيز العويردي لكرة علي البليهي. الكرة العرضية في منتهى الروعة بالمقاس كانت من صالح الناصير لتأمين النتيجة. ميشيل إلى سعود بكرة عرضية خطيرة لكن الحارس يصل الجميع، لكن استمرارية التألق بالنسبة لصالح يمكن أن يراهن عليه بعد ذلك. جيسوس حلوة خطيرة لكنها مرت الكرة من جانب سافيور. جودوين كان يمكن التعامل مع الكرة بشكل أفضل في اللقطة الماضية ولكنها عدت من جودوين وبعد ذلك تحولت إلى التمريرة. الكرة لأليكس كويادو، كويادو تسديدة جميلة لكنها مرت، يا الله جميلة اللقطة الماضية من أليكس كويادو أمام دفاع الهلال. مرة كان فيها الأخدود خطير على مرمى الهلال في الشوط الثاني. الفرصة الأولى للأخدود في الشوط الثاني أجل التحاق في الجامعة الأمريكية لكنه بعد ذلك تلقى عرضاً مغريا من نادي اسمه بوتشا بقيادة كريستيانو رونالدو في تلك الأمسية. تصل الكرة مرة أخرى، عرضية أخرى رأسية ولكنها بعيدة عن الكل، سهلة كصالح نحو مالكوم، تغطية وتدخل سالم إلى مالكوم خطيرة، مرتدة سريعة ومالكوم ينفرد، ومالكوم والثانية زعيم. لسه سال عنا، لسه سال عنا، رد علي سريعا مالكوم، التمريرة من جانب سالم الدوسري. نسي نفس الأخدود في لحظة وترك مكانه وترك مناطقه وترك دفاعه وترك مساحاته وترك شوارعه أمام طوفان هلالي لا يهدأ، أمام هجوم هلالي مرعب. ترك المساحات بهذه الوضعية أمام هذا الكم من النجوم في خط الهجوم سيكون أثر صعب جدا على فريق الأخرى. ثم بعد ذلك ليميلينكوفيتش صابيتش على اليمين جميلا، ميشيل تسديدة لكنها في يد الحارس. لعبة ولا أروع كانت بعمل فني جميل جدا في اللقطة الماضية لهجوم الهلال. كنترول كل شيء يمضي إلى أن يأتي نيفيز، يتوقف كل شيء هنا. نيفيز كرة عرضية جميلة وتسديدة، الله 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 الله، يا سلام على لعبة يا نيفيز، على هدف يا تورنيدو، هدف هلالي ولا أروع على طريقة البريمير ليج. هذه أهداف تشوفها في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا من جاء من البريمير ليج بإبداعاته وتمريراته وتألقه وتحركاته. العمل الرائع من جانب نيفيز، تمريرة جميلة لمصعد، مر البريك بتمريرة تصل بعد ذلك ميشيل، البريك خطيرة بكرة لكن فيها تغطية من جانب الدفاع أمامه.